وكيفما الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه والسلة المشتركة عودت للزوار ديالها من ناحية الكاراتيه ولا جميع الزوار على لو فيلاج ارتستيك اللي كيكون يعني الفيلاج التقليدي اللي كيكون واللي كتديروا في المدخل ديال القاعة المغطاة. فهاد العام راه كاين مفاجآت كذلك فهاد الفيلاج هذا إن شاء الله اللي غادي يكون حتى هو غادي يعطي واحد الإشعاع لهاد البطولة هادي هنا واللي كنتمناو التوفيق. والأهم لهاد الشيء كله هو كنتمنى الوليدات ديالنا نشوفهم إن شاء الله متواجدين في البوديوم باش تكمل الفرحة فرحتين والعرس ينجح. شكرا لكم.